القس بشوي حلمي أمين عام مجلس كنائس مصر، كان له أيضا عدة تصريحات، خلينا نسمع. ومجلس كنائس مصر أدان بشدة اليوم الاعتداء. مساء الخير بداية للقس بشوي حلمي، حضرتك معانا دلوقتي على الهاتف للإدلاء بهذه التصريحات. حضرتك شايف المشهد إزاي وما حدث بالتحديد أمام مديرية أمن المنصورة؟ الحقيقة يعني عمل إجرامي إرهابي بشع ضد كل القيم والعرف الدينية والأخلاقية. أنا عايز أقول أن إحنا في مجلس كنائس مصر أصدرنا اليوم بيان بندين فيه الاعتداء الغاشم على مديرية أمن الداخلية، ننعي فيه الشهداء الأوفياء اللي بيقوموا بعملهم في بسالة وتكون دي النتيجة، بنطلب الشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله. مصر كلها بالأمن والأمن. وعايز أقول إن هذا العمل الإرهابي اللي بيتم في الظلام عشان ينال من زعزعة البلد ومن أمنها، وتوقيته الحالي إنه يتم قبل الاستفتاء بأيام معدودة بحوالي 20 يوم أو أقل، هو محاولة لترويع المواطنين إنهم ما ينزلوش ويشاركوا في الاستفتاء. لكن أنا عارف إن الشعب المصري بكل أطيافه قد إيه ذكي وقد ايه هيقف ويواجه الارهاب زي ما واجهناه قبل كده، هيتكاتف كله مع بعض في مواجهه الارهاب، وهينزل ويقول كلمته في الاستفتاء. مش هتاثر ابدا هذه الاعمال الاجراميه من نزولنا للاستفتاء، وهنقف صف واحد كلنا مع بعض، ولابد ان يقضى على هذه الارهاب، ولابد ان احنا نحاسب المحرضين والمنفذين للجريمه. يعني الجريمه دي جريمه مكتمله الاركان، يا منفذين وليا محرضين، لابد من محاسبة هؤلاء وأولئك. حضرتك شايف أنه ما حدث ممكن يكون مثير للتخوفات في الفترة القادمة، خاصة في الكنائس أو أمامها مع اقتراب أعياد الميلاد؟ الإرهاب طبعا بيستهدف، واضح قوي في الفترة الأخيرة، بيستهدف حتتين: الحتة الأولانية الأمن، رجال الامن ومديريات الامن واقسام الشرطه، والحته الثانيه الكنائس، بغرض انه لما يضرب الكنائس فاكر ان ده هينال من الوحده الوطنيه، وفاكر ان ده هيعمل فتنه ما بين المسيحيين وما بين المسلمين. زي ما حدث في الفتره السابقه ان الاحداث اللي حدثت في الكنائس لم تؤثر في نسيج الوطن، بل بالعكس زادت من صلابة نسيج الوطن الواحد. وشفنا قد ايه اللي واقفين بيدافعوا عن الكنائس كانوا المسلمين قبل المسيحيين، فده مش هينال من وحدتنا ومش هينال من وقوفنا مع بعض صف واحد، انما احنا مطلوب ان الفترة القادمة تبقى عنينا مفتوحة اكتر ونبقى يقظين اكتر، لان طبعا ايد الارهاب دي مش بين يوم وليلة هتنتهي، عايزة مواجهة ومواجهة وعايزه تكاتف لكل افراد الشعب مع المسؤولين. هل هيكون في مطالب بامدادات لتامين الكنائس مثلا؟ الكنائس في رجال الامن موجودين، ورجال الامن الموجودين موجودين حوالين الكنائس على ابوابها، والدور الاكبر اللي احنا بنثق فيه هو رعايه الله للكنائس، و ان هذه الايام هتمر ان شاء الله بسلام وبهدوء ايام الاعياد القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك القس بشوي حلمي الامين العام لمجلس كنائس مصر، وربنا يحفظ هذه البلد مما يحاك لها.